السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما معكم المنتقي عن ناطق رسمي لجميع الجمعيات داخل مدينة الدار البيضاء. عندما كنت تواجدوا عند أحد أبطال جمعية منتدى درب سلطان الأبطال والتنظيم العالمي الأبطال التنظيم سحيمدا جنان وضمن مسابقة طاح العيون وشوفوا الأبطال ديالنا كيفاش هذه المسابقة وكيفاش كانت هذه المسابقة الأخ سحيمدا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أخبلايك ديال لاباس. المسابقة ديال الطاح راه مازالتش سهلة، بس الظروف اللي هي قاصحة بزاف والعدد ديال الحمام اللي دخل ماشي عدد قليل ديال الحمام اللي دخل. طاح وما أدرك طاح أخويا سحيمدا. طاح وف الجو اللي هو كيف نقولوا كاتاستروفيك موفيطة ديال بصح، الحمام اللي دخل راه حمام مقاتل. كنتو حاضرين في الديكلاراسيون الأخ سحيمدا؟ حضرنا مع الفجر، حنا مريحين مع الفجر نتوما فايقين ياك؟ مع الفجر. والاخ جنان تا هو كان حاضر معكم؟ انا والاخ جنان والاخ بيدوري من الفجر حنا مريحين. الحمد لله ديكلارينا بالميمات ان شاء الله الرحمن الرحيم، غادي نكون من الاول ان شاء الله الرحمن الرحيم في العصبه والجمعيه ديالنا، وكنتمناو التوفيق للاخوان اللي مازال باقي ما ديكلاراوش. وربما راه كاين الاخوان اللي باقي ما ديكلاراوش الاخ سحيمدا. كاين الناس اللي باقي ما ديكلاراوش، كنتمناو لهم اللي ديكلاراو ونشطوا شويه. ورا كيف شفتي الاخ بلايد راه مسابقه راه مسهله، داس اكثر من كاريتي الاخ سحيمدا. مسابقه صعيبه نظرا للجو، وراك شتي الجو كيفاش داير، الريح راه كيطير من هنا حتى للصحراء. الجو راه قاصح بزاف والحمد لله. المهم راه تلقى راه تلعبات، واللي ديكلارا الله يسخر ليه، واللي ما ديكلاراش الله يجيب لي تورمي. العلامه راه خدينا الاخ سحيمدا من عند الاخوان ديالنا ديال مدينه الرباط اللي تلقوا مسابقه تاع خبنير. شوف شي اجواء هذا العام جو صعيب، راه الا شفتي راه تقريبا واحد الربعه ديال المسابقات راه دازوا في اجواء كريتيه. كان شنو نقول لك اخ بلايد، حنا الحمد لله ديكلارينا وفرحنا وكاين بغينا الفرحه ديال مدينه الدار البيضاء كلها تكمل. الحمام يدخل بالخطره، هادشي هادشي اللي عطى الله. ناخذ الكلمه عند الاخ جنان، هو اللي ربما بق ما نعش من الليله ديال البارح. الحمد لله الاخ من عيد، اللهم لك الحمد، كنشكر الله عز وجل على هاد النتيجه الاخ من عيد اللي كنا كننتظروا فارق الصبر الاخ من عيد، والحمد لله الله عز وجل واشروا هذا الشهر المبارك ما خيبناش الاخ بن العيد. واولا كنشكر الاخ بن العيد على هذه الزياره الميمونه ديالو. وبما يخص المسابقه الاخ بن العيد، ان المسابقه ديال مدينه طاح طاح وناض، شنو اللي كاين؟ غادي نسميوها طاح وناض. طاح وناض، والله طاح وناض. المسابقه ديال مدينه طاح دازت شويه في ظروف مناخيه اللي هي صعبه، رغم ان الظروف اللي مشى فيها الحمام ظروف مواتيه الحمد لله. الحميمات فهمتي مشاو جمعوا في ظروف اللي هي مزيانه، والحمام كلا الحمام شرب داز بواحد الظروف اللي هي مزيانه، وطق الحمام اللي في ظروف اللي هي مزيانه، الرؤيه كانت مزيانه والحمام خرج الحمد لله، ولكن الحمام لقى له اوبستاكل في الطريق الاخ بن العيد. هادشي ديال الله عز وجل مع الانسان ما يدير فيه، لان ما يمكنش حنا غندخلوا في الجو اخ بن العيد. وكيف ما كتشوف معنا الاخ بن العيد، التوقيت ديال الاعلان ديالكم الاخ جنان تمكن لنا باننا باش نعنوا بثلاث حمامات في توقيت اللي هو جيد. الاخ بن العيد 10 و6 دقائق و10 و28 دقيقه و10 و41 دقيقه. الاخ ثلاثه حمامات مسرسبين زعما، ثلاثه حمامات متتابعين. والحمد لله دابا الاخ بن العيد راه عندنا ست اعلانات الاخ بن العيد. اللهم لك الحمد. الى حدود الساعه السادسه كنت الى حدود الساعه الخامسه الاخ بن العيد عندنا ست اعلانات اللهم لك الحمد. ومن هذه المباراه هذا كنهنئوا الناس اللي سهروا على السباق، فهمتيني الاخ بن العيد، للاخوان اللي سهروا على السباق هنايا في دار الشباب، للاخوان الكونفويور، للاخ عبد العزيز وعدي الدان مرافق ديال 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 الاخوان، حتى هو اللي مشى عن كوميسير بلاشي، وجميع اعضاء ديال العصبه ديال مدينه الدار البيضاء الكبرى، والاخ والرئيس ديالنا سي زمو عز العرب، وجميع الاصدقاء ديالنا. وهذه الفوزه الاخ بن العيد كنهديو لجميع الاخوان اللي كيتواجدوا في الديار الاوروبيه، جميع الاخوان بلا ما نذكروا الاسماء ديالهم بدون استثناء، بدون استثناء جميع الاخوان اللي في الديار العربيه والقطريه، وبالخصوص البطل الكبير
الاخ هشام فهمانه. وتا الناس اللي كيتواجدوا في روسيا ياك؟ جميع الاخوان الاخ بالعيد اللي في الديار الاوروبيه الديار الامريكيه جميع الاخوان الاخ بالعيد بالاخص بالاخص الديار الروسيه. الاخ صحيح دابا بغينا نتعرفوا على الحمامات الاخ صحيح دابا وكيف فوز هذا في خاطر الاخ والصديق والعزيز والحبيب ديالنا قاهر الصحراء البطل الدرداري عبد الواحد. هاد الفوز هذا كان هديو ليه بالفور بالفور يا شيفور شمح بوقرات. تحية للأخ عبد الواحد الدرداري بطل مدينة بوقرات. تبارك الله عليه أخويا. وكما العادة الإخوان كنشكر جميع الإخوان ديالنا اللي كيشاهدوا معنا هذا الفيديو. كما كتشاهدوا الأبطال ديالنا طوندي بصحيم دا جنان يعلنونها مدوية داخل مسابقة طاح العيون وأيضا مدوية داخل عصبة الدار البيضاء الثقافية الكبرى ضمن مسابقة طاح ناحية مدينة العيون الحمامة الأولى لأخ جنان. الحمامة الأولى كما كتشاهدوا معنا الإخوان هذه الحمامة الأولى المعلنة عند الأبطال ديالنا طوندي مسحيم دا جنان. ختم. وهذا هو كاشي ديال عصبة الدار البيضاء الثقافية الكبرى. والله يسخر. الحمامة الثانية الأخ سحيم دا. قبل ما ناخذوا الكلمه عند الابطال ديالنا الطوندي مسحيم دا جنان على السلاله يعني ملي كنحاضروا هاد الحمامات بينوا لكم الكاشي ديال هاد المسابقه من تنظيم عصبه الدار البيضاء الثقافيه الكبرى. بالنسبه للحمامه الاولى الاخ جنان الحمامات اخويا راه من الصنع ديال الطوندي مسحيم دا جنان. هادشي اللي غنقول لك الاخ بالعيد هذه الخدمه ديال 4 سنوات ولا 5 من العصير ديالكم. هادشي اللي كاين ربما حمامه اش ملاجه هذه 2016 اخويا 2016 هذه من الصنع ديال لعبه العيون هذاك العام لعبه العيون فيت عندها شي انجاز ولا اول انجازات الاخ بالعيد عندها انجازات السنه انجاز في طنطان اييه والعيون فهمتي في الديكلاراسيون وهذه السنه كتعاود تاكد لان كتقول لك انا حاضره بالقوه الاخ تبارك الله تبارك الله. والحمامه الثانيه الحمامه الثانيه دابا هذه راه تبارك الله راه تقريبا دابا ثلاثه نطلق عندها الديكلاراسيون مزيان راسهم ليل طنطان وهذا العيون تبارك الله. واش من سلالة هي كتحضر السلالة؟ هادي تبارك الله هادي باها وما تبارك الله لاعبين عندنا لاعبين مزيان السلالة ديالنا الأخ بالعيد باش كنديكلاريو تبارك الله. هادشي اللي كاين أخويا بالعيد من السلالات ديالنا ومن العجينة ديالنا الله يسخر أخويا بالعيد. كما كتشاهدوا معنا الإخوان حمامة ممتازة من الطراز الرفيع دائما من عند الأبطال ديالنا طوندي مسحيم دا جنان. هادي راه الأب ديالها الأخ بالعيد عنده شي 4 دبلومات الاب ديالها في العصبة الدار البيضاء شي 13 ستات وعنده عنده عاوتاني 13 بري في الجمعية الأخ بالعين. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. تقريبا عنده شي 9 ولا 10 دبلومات تقريبا. شحال من حمامات ديجا الإخوان سحيم دا شحال من حمامة؟ 21 حمامة ودابا جاو 6 حمامات وفي جو كارثي وكارثي جدا. ما نقولوش كارثي ولكن كارثي على الجميع. جعل الاخ بالعيد واحد القضيه نقولها لك اخويا بالعيد راه الانسان كيدير اللي عليه وكيبقى الكمال على الله عز وجل. لان الظروف الناس كانت كتبان لهم الظروف راه قاصحه شويه فهمتيني. الناس باغا تلعب هادشي اللي كاين. حيت كاين الناس اللي عزيز عليها الجو كتبغي تلعب فيه داكشي اللي كاين هادشي اللي كاين وكتضرب فيه وداكشي وهادشي اللي كاين. الله عز وجل راه كانت الظروف مزيانه والناس راه ديكلارات نشطات واللي ما ديكلاراش كنتمنوا انه يعلن ان شاء الله وينشط حتى هو. وكتقول لهم راه مسابقه كارثيه غيكون جاو وكيلعبوا الناس راه عارفين ان الجو راه قاصح فهمتيني. الناس لعبات والحمد لله راه الناس علنات والناس اخرى ما علناتش كنتمنوا لهم التوفيق. داكشي اللي كاين كنتمنوا لهم يكونوا حاضرين في باقي المسابقات ان شاء الله في الموسم القادم ان شاء الله. وبالنسبه لهذ الحمامه الاخ سحيم دا الحمامه الثالثه تبارك الله اللهم بارك وزيد في ذلك الله يسخر. هانتوما الاخوان السلالات جيدين عند الابطال ديالنا طوندي من العالمي سحيم دا جنان الله يسخر عن جمعيه منتدى الدر السلطان اللي برزوا بشكل كبير داخل عصبه مدينه الدار البيضاء الثقافيه الكبرى. ونوجه واحد التحيه للصديق ديالنا يوسف الصديقي والاخ زوير جمال اخ يونس العزوا اخ هشام فهمان جميع الاخوان اللي كيتواجدوا في الديار الاوروبيه في الدول العربيه. وهذا الفوز هذا كنهديو الاخ الصديقي لحقاش هذاك العام حضر معنا في المسابقه ديال الطاح وما كرهناش يكون حضر معنا هذا العام هذا زعما راه افتقدنا هذا العام ما ساعدتوش الوقت باش يحضر معكم. ما كرهناش يكون حضر معنا كنوجهوا لهذا الفوز هذا والاصدقاء ديالنا كاملين بدون استثناء. وكنشكرك الاخ بالعيد على الزياره
والله يوفق الجميع وتبارك الله عليكم انتم راكم ابطال. اخ جنان اخر كلمه لاخ جنان. اللي غنقول لك بالعيد ان الفوز ديال اليوم برومي دوزيام تروازيام كاتريان جمعيه المنتدى ومراكز متقدمه في عصبه الدار البيضاء الثقافيه كيخول لنا باش نفوزوا بمرحله الطويل والطويل الممتاز وبطل الموسم الاخ بالعيد. وهذا الفوز هذا كنهديوه لجميع الاصدقاء اللي في الديار الاوروبيه والديار العربيه والابطال من طنجه للقويله الاخ بالعيد. تبارك الله عليكم راكم حققتوا ودرتوا الفينيش ياك سديتوا الشراجم. لا الحمد لله والله اخويا الاخ بالعيد فرحانين بالله. والله اخويا انت انا فرحان ودا جنان. انا باش تحقق واحد المرتبه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والسادسه والسابعه في الجمعيه ومراكز متقدمه في عصبه الدار البيضاء راه ماشي من السهل. راه ماشي سهل هذاك الشيء اللي كاينه فهمتيني ماشي من السهل ضروري تخدم مع الحمام. اليوم ديما كنديكلاري هذاك العام راه ثلاثه الحمامات في نهار داز كاع داز كحله داز من الخوف هذاك العام زوينه ملاعبه ثلاثه الحمامات ديكلارينا في نهارنا الحمد لله راه كل عام كنديكلاريو في العيون. تبارك الله عليكم الابطال ديالنا الطوندي مسحيم دا جنان. كنشكر جميع الاخوان ديالنا اللي كيشاهدوا معنا هذا الفيديو، فيديو مباشر من عند ابطال مسابقه طاح العيون عند الابطال الطوندي مسحيم دا جنان. وبدا الفيديو. نستودعكم الله وفي امان اللقاء بكم مره اخرى ومع بطل اخر. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.